السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ارتقى المنتخب الوطني الجزائري إلى المركز 29 عالميا في تصنيف الفيفا الجديد المقرر صدوره يوم 30 من شهر نوفمبر الحالي. وحسب موقع فوتبول المختص في تصنيف المنتخبات، فقد كسب المنتخب الوطني 4 مراكز في التصنيف الجديد، وذلك عقب تحقيقه انتصارا في أسبوع الفيفا أمام الصومال والموزمبيق ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026. كما أوضح المصدر ذاته بأن الخضر الذي تواجد في التصنيف 33 عالميا أكتوبر الماضي أصبح حاليا في المركز 29 عالميا بعدما كسب عدة نقاط إضافية هذا الشهر، وسمح هذا التقدم الكبير للمنتخب الوطني في تصنيف الفيفا بالصعود إلى المركز الثالث إفريقيا متقدما على المنتخب التونسي الذي تراجع إلى المركز الخامس، فيما تواجدت مصر رابعة والسنغال في الوسط والمغرب في الصدارة. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.